بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة المهارات الحياتية والبحثية، وعنوان درس اليوم أقدم مشروعي الصغير. اسمحوا لي بداية أن أعرض لكم أهداف هذا الدرس. أولاً، أن يتعرف الطالب على مقومات نجاح المشروع. ثانياً، أن يتعرف الطالب على نموذج ناجح للمشروعات الصغيرة. ثالثاً، أن يعرض الطالب خطة مشروعه الصغير لتقييمها من قبل معلمه وزملائه. تمهيد. تمهيدنا اليوم هو سؤال بعنوان: ما هي دورة حياة المشروع التي درسناها في الدروس السابقة؟ نعم، أولاً توليد فكرة المشروع، ثانياً دراسة الجدوى، ثالثاً تسجيل المشروع، رابعاً تنفيذ المشروع، خامساً تقييم المشروع. هذه الخمسة هي دورة حياة المشروع، سواء كان مشروعا صغيرا أو مشروعا كبيرا، مشروع ريادي أو مشروع إنتاجي أو غير ذلك من أنواع المشروعات. يبدأ بتوليد الفكرة، ثم دراسة الجدوى وهي معرفة السوق والمنافسين والطلب والعرض ومعرفة احتياج السوق إلى منتجك أو خدمتك والعائد المادي من مشروعك ووقت تحقيق الأرباح، وتسجيل المشروع بمعنى الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ المشروع أي البدء فيه وتقييمه في كل فترة أو بعد نهاية الهدف من المشروع. الهدف الأول لهذا الدرس هو معرفة مقومات المشروع الناجح، وهي كما قد درسنا من قبل، وهذا تأكيد على هذه المعاني، أن يكون لدينا ريادي مطلع يريد أن يعمل وأن ينتج وأن يصنع خطة ناجحة، وأن يختار المنتج المناسب ويحدد السوق ويحدد معايير اختيار الزبائن والعملاء، وأن يشتغل على تحقيق ميزة تنافسية تجعل له قبولا أكثر من منافسيه، وأن يمتلك خطة للمسؤولية الاجتماعية، وأن يتعامل بأخلاقيات الأعمال المتميزة وبقيم التعامل في المال وخدمة العملاء. الهدف الثاني هو أن نطرح على مسامعكم طلاب الأعزاء مشروعا صغيرا متكاملا أدى إلى نجاح ضخم وكبير، وقد اخترنا لكم مشروع طلبات، وسنعرض لكم من خلال نقاط واضحة تعريفا بهذا المشروع وعرضا لفكرته الأساسية وكيف حصل على التمويل والصعوبات التي واجهته في بداية المشروع، ثم التوسع والتطور وتحقيق الإنجاز والكسب الكبير. الفكرة والبداية. خطرت فكرة توصيل الطعام عبر الإنترنت على قلب الشاب الكويتي خالد العتيبي، فعرضها على ثلاثة من أصدقائه فرحبوا بها أيما ترحيب، وبدأوا بتمويل مشروعهم عبر جمع 4000 دينار كويتي ومعدل 1000 دينار مساهمة من كل شريك، ووظفوا لديهم 2 من العاملين يحصل كل منهما على 150 دينار شهريا. التعسر ثم الانطلاق. تعسر المشروع في بدايته لغياب ثقافة الشراء عبر الإنترنت، وخاصة شراء الطعام. هذا المشروع بدايته كانت عام 2004. لم يكن هناك قناعة بالمشروع لدى عموم الناس، بل وصعوبة في إقناع المطاعم بقبول المشاركة في المشروع والمساعدة في بدايته.
حين وصل المشروع إلى مفترق طرق بأن نغلقه أم نتمه، قام الشركاء بتعديل أسلوب العمل عبر إقناع المطاعم بالاشتراك في المشروع مجانا، وأن تكون الرسوم التي يأخذها المشروع لتوصيل الطعام مناصفة بين العميل وبين المطعم، بأن نحصل كمشروع على 200 فلس من العميل و200 فلس من المطعم بعد إتمام عملية بيع الطعام. عروض الاستحواذ الأولى: زاد عدد المطاعم المشتركة بالمشروع، ومع مزيد الاجتهاد زادت عدد الطلبات اليومية خلال عام واحد من 32 طلب في اليوم إلى 60 طلب يوميا، وبعد عامين وصلت الطلبات إلى 200 طلب يوميا. مع هذا التطور المبدئي عرضت شركة شراء المشروع ب 100,000 دينار. المشروع كان قد بدأ ب 4,000 دينار، الآن يعرض على الشركاء أن يبيعوا المشروع ب 100,000 دينار. بالفعل وافق الشركاء فيما عدا خالد الذي عرض أن يشتري نصيب شركائه بنفس سعر العرض المقدم له، فوافقوا فاشترى منهم وتحول المشروع بالكامل لملكية خالد العتيب. بدأ خالد يفكر في التوسع للدول المجاورة للكويت، خاصة أن المشروع تطور من 7 مطاعم إلى 60 مطعم مع ارتفاع الرسوم المحصلة من العميل ومن المطاعم، بالإضافة إلى تحول الاشتراك من مجاني إلى سنوي ويجدد كل عام. عام 2007 جاء العرض الثاني لشراء المشروع من كل من عبد العزيز اللغاني وبشر البشر بمبلغ 360 ألف دينار. في هذه الحالة وافق خالد العتيبي وتحولت ملكية المشروع للمالكين الجدد. بدأت عملية التطوير الشامل للمشروع والتوسع في المشروع بعدد من الدول، وخلال ذلك زادت الطلبات بصورة كبيرة من 200 طلب باليوم إلى 1600 طلب يومي، ما ضاعف من حجم العمل والانتشار وزيادة ثقة العملاء والمطاعم بالمشروع. في عام 2010 جاء العرض الثالث محمد جعفر لشراء المشروع ب 880 ألف دينار. وافق عبد العزيز اللغاني على عرض الشراء وتملك محمد جعفر المشروع بالكامل كمالك مستقل. حصل التطور الأضخم في المشروع مع التوسع بغالب دول الخليج، حيث وصلت الطلبات اليومية من 1600 طلب إلى 20,000 طلب يوميا، ما فتح عيون الشركات العالمية على المشروع وزيادة الرغبة في الاستحواذ عليه من هذه الشركات العالمية. البيع الثالث للمشروع: في عام 2015 وبعد مرور 11 عام على تأسيس المشروع، قامت المجموعة الألمانية للتجارة الإلكترونية روكيت إنترنت بالاستحواذ على المشروع بمبلغ 170 مليون دولار أمريكي، مع بقاء حصة لمالك المشروع محمد جعفر. الآن من خلال معرفتك بمراحل تطور مشروع طلبات، قم بالإجابة على التالي: ما سر نجاح مشروع طلبات؟ ما هي أهم المحطات خلال عمل المشروع؟ ما أسباب النجاح الرئيسية من وجهة نظرك؟ الآن للإجابة على هذه الأسئلة استمع معي. أولا، الفكرة الرائدة، فكرة بيع الطعام عبر الإنترنت، وهذه فكرة رائدة جدا جدا في الواقع الخليجي. التطوير المستمر في العمل والتوسع وانتظار الفرص المناسبة وتخيرها والاستفادة بها، ثم اختيار السوق المناسب، التمويل والاستثمار، هذه الأرقام البسيطة التي تم استخدامها في بداية المشروع واستثمارها استثمارا حسنا جدا بحيث تصل بالمشروع إلى هذه الأرقام الضخمة. أنت في التمويل عليك أن تختار بين الشراكة وبين القرض وبين استخدام المدخرات التي لديك، والاختيار سيؤدي إلى نجاح المشروع أو فشله في النهاية. التسويق المتميز لمنتجك واستخدام الأدوات المناسبة للتسويق، استثمار الأرباح بإدخالها مرة ثانية داخل المشروع، الوصول للعميل بالطريقة التي تناسب العميل والتركيز على العميل في العمل، كل هذه
كانت من أهم المحطات والأسباب التي أدت لنجاح مشروع طلبات بهذه الصورة الكبيرة. الآن قم بكتابة خطة مشروعك الخاص. ركز بداية على الفكرة الرائدة، ما الذي يحتاجه الناس؟ أدرس الموضوع بشكل جيد، حدد السوق المناسب لمنتجك، حدد المستهلك المناسب والعميل المناسب لتقدم له منتجك، حدد المنافسين وركز على نقاط القوة التي يمتلكون ونقاط الضعف التي يعانون منها. اختر الطريقة المناسبة للتمويل، هل من مدخراتك الشخصية، هل شراكة مع غيرك، هل عبر القرض. متى أبدأ وكيف أقيم النجاح؟ هذه نقاط مهمة جدا أن تحددها في بداية تقديمك لفكرة مشروعك وخطة عملك. الآن من خلال نشاط 3 بالكتاب صفحة 116، قم بكتابة نوع المشروع. حدد المشاركين في المشروع، عدد من الطلاب، سمهم، ضع لهم الأسماء، اكتب حجم التمويل المطلوب لمشروعك وحدد طريقة الحصول عليه، ضع خطة تنفيذ المشروع أولا. لابد أن أذكرك أنه عليك أن تجيب عن الأسئلة السبعة الرئيسية حين تقدم تقرير المشروع، فحضر الأجوبة من الآن. ما المشكلة التي تريد أن تحلها بمشروعك؟ ما حجم السوق الذي ستعمل فيه؟ ما طبيعة هذا السوق وطبيعة المنافسين؟ من أين ستمول مشروعك؟ ما الميزة التنافسية التي ستقدمها والتي ستقنع بها عملاء جدد لأخذ منتجك أو الحصول على الخدمة التي تقدمها؟ حدد السهولة والسرعة والمكان التي ستستطيع أن تستخدمها في الوصول إلى العملاء. ما الأرباح المتوقعة؟ هذه هي الأسئلة الرئيسية التي يجب أن تركز عليها لتقدم تقرير مشروعك في النهاية. أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.